السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس ترتيب الأعداد الجذرية والعمليات، وهو موجه لتلاميذ السنة الثانية إعدادي. إذا في هذا الجزء هذا غادي نتكلم على التأطير، كيفية تأطير عدد جذري. إذا نبدأ بالتعريف ونحاول شرح هذا التعريف. إذا أود بي وإكس أعداد جذرية، كل من الكتابتين التاليتين يسمى تأطيرا. إذن هذه الكتابة هذه كنقراوها، الكتابة تقرأ x محصورة قطعا بين أوابع x محصورة مؤطرة بين العددين a والعدد b. هنا x في الحالة الثانية x محصور بين a و b. إلا خدينا مثلا شي مثال، واحد اثنان، إذا العدد x في هذه الحالة هو محصور بين العدد واحد والعدد اثنان. إذا لنأخذ مثال مثلا لعدد محصور بين واحد واثنان، إذا هو العدد 1.5، هذا العدد محصور بين واحد واثنان. العدد مثلا 3، إذا 3 غير محصور بين واحد واثنان. العدد مثلا 1.7 هو عدد محصور بين واحد واثنان. إذا لدينا مجموعة من الأعداد محصورة بين واحد واثنان. إذا يمكن ندير مثلا 1.77 كذلك محصور بين واحد واثنان. إذا هنا قطعا، هنا هذه الكتابة تسمى محصور قطعا، كتكون عندنا أصغر قطعا، وإلا كانت عندنا أصغر من أو تساوي كتسمى محصور. دائما كنبداو بين، كنبداو من العدد الصغير والعدد الكبير، بين أ و ب. إكس محصور بين العدد واحد والعدد اثنان. إذا نأخذ تمرين تطبيقي لشرح. إذا مثال أو بأعداد عددين جذريين، بحيث إذا العدد أ محصور بين واحد وخمسة إلى جوج، و ب بحيث ب محصور بين ناقص أربعة وناقص ثلاثة على اثنان. إذا السؤال أطر مجموعة من الأعداد أ زائد ب، أ ناقص ب، ناقص 4A، 8A، 3A زائد 2، وناقص 2، ب ناقص 3 على 4. إذا بطبيعة الحال في التأطير والعمليات فحنا كنستعملو الخاصية ديال الترتيب، يعني الخاصية ديال الترتيب اللي شلنا في الجزء الأول خاصها تكون مضبوطة مزيان. إذا لنؤطر أ زائد ب. إذا في المعطيات هما راه عاطيني أ وعاطيني ب، إذا حنا غنأطرو أ زائد ب، أ زائد ب. إذا نستعمل الخاصية ديال الترتيب. إذا لدينا أ محصورة بين واحد وخمسة على جوج، و ب محصورة بين ناقص أربعة وناقص ثلاثة على جوج. إذا إلى أطرنا أ زائد ب، أ زائد ب، إذا شنو كندير؟ كنضيف هاد الطرف هذا اللي كاين في اليسار على الطرف اللي كاين في اليسار. إذا ناقص أربعة زائد واحد، وكذلك هذا العدد زائد هذا العدد، هذا ناقص 3 على 2 زائد 5 على 2. إذا كنبسطوا هذا الحساب، هذه العملية، ناقص 4 زائد 1 هي ناقص 3، أ زائد ب. إذا ناقص 3 على 2 زائد 5 على 2 مقام 1، إذا ناقص 3 زائد 5 2، 2 على 2، و 2 على 2 تساوي العدد 1. إذا ناقص 3 أ زائد ب العدد 1. إذا لاحظوا بأن ناقص 3 راه أصغر من 1. الآن دابا الحالة الثانية اللي هي أ ناقص ب. إذا أ ناقص ب، إذا في المعطيات فهم عاطيني ب، ولكن حنا عندنا ناقص ب. إذا كيفاش توصلنا لهاد ناقص ب؟ مين جاتنا هاد ناقص ب هاد؟ إذا هاد ناقص ب جاتنا من، إذا لدينا ب محصورة بين ناقص أربعة وناقص ثلاثة على اثنان. إذا حنا باغيين ناقص ب ماشي ب. إذا باش نلقاو ناقص ب خصني نضرب في واحد العدد. إذا شنو هو هاد العدد؟ هو العدد ناقص واحد. إذا كنضربو ناقص واحد، حنا كنعرفو في الضرب ترتيب كيتبدل.
اذا ملي كنضرب في ناقص واحد شنو كتولي؟ كتولي ناقص واحد، هذا العدد اللي كان هنا كيبدا هو الاول، كيولي ناقص واحد في ناقص ثلاثة على جوج اصغر من ناقص واحد في بي اصغر من ناقص واحد في ناقص أربعة. اذا ناقص واحد في ناقص ثلاثة على جوج، السالب السالب موجب، اذا هو ثلاثة على جوج. ناقص واحد في بي هي ناقص بي، وناقص واحد في ناقص أربعة هو العدد أربعة. إذا هو هذا العدد اللي كسبناه هنا، يعني ناقص بي محصور بين ثلاثة على جوج وأربعة. إذا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الجمع، يعني غادي نديرو أ زائد ناقص بي. إذا كما درنا في الحالة السابقة، إذا هذا العدد هذا زائد هذا العدد، إذا أ يعني واحد زائد ثلاثة على جوج، خمسة على جوج زائد العدد أربعة. إذا كنوحدو المقامات، إذا هنا عندنا جوج على جوج زائد ثلاثة على جوج، أ ناقص بي، نزيل الأقواس، إذا خمسة على جوج زائد كذلك نوحد المقامات، إذا المقام واحد هو اثنان، إذا نضرب أربعة في اثنان اللي هي ثمانية. إذا اثنان على اثنان زائد ثلاثة على اثنان، خمسة على اثنان، أ ناقص ب، خمسة على اثنان زائد ثمانية على اثنان، إذا 13 على اثنان. إذا هذا هو التأطير ديال العدد أ ناقص ب. الآن دابا نؤطر ناقص أربعة. إذا لاحظ معي بأن في المعطيات عطينا هما التأطير ديال أ، حنا عندنا ناقص أربعة أ، إذا خصني نضرب في العدد ناقص أربعة، ناقص أربعة. إذا لاحظوا معايا وانتبهوا، ناقص أربعة حنا كنقولو في الترتيب، ملي كنضرب في عدد سالب الترتيب كيتبدل، إذا حنا ملي كنضربو في هذا الترتيب كيتبدل. إذا هو في الأصل ممكن نكتبو بهذا الشكل هذا، كنقولو الترتيب كيتبدل يعني كيرجع على هذا الشكل هذا، يعني ناقص واحد في أربعة، إذا كانت هذه أصغر ترجع أكبر. ناقص أربعة في أ أكبر من ناقص أربعة في خمسة على جوج. إذا حنا باش ما نكتبوش هاد الشكل هذا، باش نولو نكتبو حنا على شكل أصغر، شنو كندير؟ كنكتب هذا هو الأول، كنقلبو، كنكتب هذا الأول أصغر من هذا أصغر من هذا. إذا ناقص أربعة في خمسة على جوج أصغر من ناقص أربعة في أ اللي هي ناقص أربعة أ، أصغر من ناقص أربعة في واحد. إذا ناقص أربعة في خمسة على جوج، إذا كنختزلو بالعدد اثنان، أولا كيبقى لي هنا ناقص عشرون على اثنان، ومن بعد نختزلو ناقص أربعة أ، ناقص أربعة في واحد هي ناقص أربعة. إذا ناقص عشرين على جوج هي ناقص عشرة بعد الاختزال بالعدد اثنان. إذا كيبقى لنا ناقص أربعة أ أصغر من ناقص أربعة. الحالة الموالية لنؤطر ثمانية بي، إذا دائما كنطلقوا من المعطيات، إذا نأطرو ثمانية بي كنشوفو بي شنو عطينا، بي محصورة بين ناقص أربعة وناقص ثلاثة على اثنان، إذا نضرب في ماذا؟ نضرب في العدد ثمانية، ثمانية عدد موجب يعني الترتيب لا يتغير. إذا ثمانية ضربوها في الطرفين المتفاوتة، ثمانية في ناقص أربعة أصغر من ثمانية في بي أصغر من ثمانية في ناقص ثلاثة على جوج. إذا كنضربو ثمانية في الأطراف كاملة، يعني في هاد الطرف وفي هاد الطرف وفي هاد الطرف، ثمانية عدد موجب يعني كتبقى أصغر مكيتبدلش الترتيب. إذا ثمانية في ناقص أربعة هي ناقص اثنين وثلاثين، ثمانية ب، ثمانية في ناقص ثلاثة على جوج، إذا ثمانية في ناقص ثلاثة هي ناقص ربعة وعشرين على جوج، ناقص ربعة وعشرين على جوج هي ناقص 12 بعد الاختزال. تأطير ثلاثة أ زائد جوج. إذا هنا انتبهوا معايا مزيان، هنا هما في المعطيات عطينا التأثير ديال أ، دابا طلبوا مني نأطر ثلاثة أ زائد جوج. إذا حنا كنمشيو بالترتيب، إذا أول مرحلة غادي نأطر ثلاثة أ، وعاد من بعد نضيف العدد اثنان. إذا ثلاثة أ
إذا لدينا أ محصورة بين 1 و5 على 2، إذا ما كنضربوا 3 في الطرفين المتفاوتة شنو كيعطيني؟ 3 عدد موجب، يعني الترتيب ما كيتغيرش، كيبقى 3 أصغر من 3 أ أصغر من 3 في 5 على 2 اللي هي 15 على 2. إذا دابا الآن غادي نضيف 2 لهاد الطرف ولهاد الطرف ولهاد الطرف. إذا 3 زائد 2 أصغر من 3 أ زائد 2 أصغر من 15 على أ على 2 زائد 2. إذا 3 5، 3 أ زائد 2 أصغر من 15 على 2 زائد 2، إذا هي 15 على 2 زائد. إذا نوحد المقامات، المقام واحد هو 2، إذا ضربنا في 2 يعني خصني نضرب الفوق في 2، 4 على 2 راه هي 2، إذا 15 زائد 4 هي 19 على 2. إذا هذا هو التقدير ديال العدد 3 أ زائد 2. آخر تقدير هو ديال ناقص 2 ب ناقص 3 على 4. إذا لدينا ناقص 4، لدينا ب محصورة بين ناقص 4 وناقص 3 على 2. إذا غادي نأطرو دابا ناقص 2 ب، وعاد نأطرو ناقص 2 ب ناقص 3 على 4. إذا نضرب في العدد ناقص 2، إذا ناقص 2 ننتبه ناقص 2 عدد سالب. إذا شنو كندير؟ أنا كندير هاد الطرف هذا هو الأول. إذا ناقص 2 فاش في ناقص 3 على 2، دائما ملي كيكون عندنا العدد سالب كنقلب الترتيب كيتبدل أولا كنقلب الحدود. إذا الحد اللي كيكون في اليمين كيرجع هو اللي في اليسار، واللي في اليسار كيرجع هو اللي في اليمين. إذا ناقص 2 في ناقص 3 على 2، ناقص 2 في بي، وناقص 2 مضروب في العدد ناقص 4. إذا ناقص 2 في ناقص 3 على 2، إذا هي 6 على 2، لأن ناقص في ناقص موجب. إذا 6 على 2، 6 على 2 هي العدد 3. إذا ناقص 2 ب بعد الاختزال بطبيعة الحال، ناقص 2 في ناقص 4 تساوي العدد 8، لأن الناقص في الناقص موجب. إذا دابا أطرنا ناقص ب، نضيف الآن ناقص 3 على 4 إلى طرفي المتفاوتة. إذا ملي كنضيفو الترتيب ما كيتبدلش. إذا 3 ناقص 3 على 4 ناقص 2 ب ناقص 3 على 4، 8 ناقص 3 على 4. إذا نوحد المقامات، 3 راهي 3 على 1، إذا المقام واحد هو 4، إذا غادي نضربو في 4، إذا 1 في 4، وغادي نضربو 3 في 4، إذا 3 في 4 هي 12، ناقص 4، ناقص 2 ب ناقص 3 على 4. إذا كذلك هنا عندنا 8 على 1، إذا المقام واحد هو 4، إذا 1 في 4 4، و8 تاهي نضربها في 4، إذا 8 في 4 32، 12 ناقص 3 هي 9 على 4، ناقص 2 ب ناقص 3 على 4، إذا 4 32 ناقص 3 تساوي لنا 29.